اللهم يا الله كما جمعتنا بهذه الوجوه الطيبة نورها ونور قلوبنا وأبداننا وحفظ حركاتنا وسكناتنا، أجعلها مربوطة بالقرآن وبالحبيب العدنان، واجعل تفسير القرآن نورا لقلوبنا وأجسادنا وحركاتنا وسكناتنا. ونسأل الله الخير والبركة لمن مقام قام بهذا المجمع وسعى في إنشائه وسعى في لم شمل المؤمنين، ونسأل اللهم لهم الخير والبركة، وأن يجعل هذه البلاد الخير والبركة والأمان والعيش الرغيد، ويبعدهم عن الفقر والوعوزة، وأن الله يجمع قلوبنا وقلوبهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحيي فينا ذكر الله وفي قلوبنا ذكر الله وفي أجسادنا ذكر الله وفي بيوتنا ذكر الله وسنة حبيب الله. اللهم انشر هذا الخير في أمتك جميعا في أقاصي الأرض ودانيها يا رب العالمين، وما تكلمنا إلا امتثال الأمر. ونسأل الله منكم الدعاء، ونسأل الله أن يبلغنا مقاصدنا وأن يوصلنا إلى ديارنا، وأن نوصل سلامكم وسلام أولادكم وأهليكم ومن وصانا واستوصانا إلى حبيبكم وقرة عينكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ننساكم دائما ولا تنسونا في ذلك. الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما من سلم علي حيث لم يقول ما من مسلم إلا سلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك فرحان بهذا الاجتماع، لا شك أنه مبتغط بهذا الاجتماع، اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله وعلى كتاب الله وكلام الله وعلى سنة الله الذي أحييتموها في هذه الليلة. أسأل الله في كل ليلة وفي كل ساعة وفي كل ثانية تعمر بها القلوب والبيوت وقلوبنا ونساءنا وأولادنا، وأن لا يجعل هذا الجمع آخر الجمع بيننا وبينكم، اجعله في دائما متتالي ودائما مترابط ودائما مربوط بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بار بار امي الله رب العالمين شكري اداي كوري دوار আগে যেটুকু বলেছিলেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বারবার আমি আমার ওই একই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি। এই কারণে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন আলা আদুল্লুকুম আলা শাইইন ইযা ফাআলতুম তাহাবাবতুম আফসু সালামা বাইনাকুম, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ে শিক্ষা দেব যদি এই কাজটা তোমরা করো তাইলে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে, তোমাদের মধ্যে যেন সালামের প্রচলন হয়। আজকের এই যুগে সালাম আর মহব্বতের খুবই বেশি প্রয়োজন। তো মুফাসসিরুল কোরআন যারা আছেন, মাশায়েখ যারা আছেন, তাদের দায়িত্ব আর কিছু না, বরং তাদের মূল দায়িত্বটা হলো উম্মতের জন্য রাস্তা সংক্ষেপ করে দেওয়া, যেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উম্মতেরা সংক্ষেপে শর্ট রাস্তায় পৌঁছতে পারে। তাফসিরুল কোরআন বা মুফাসসির কোরআনের দায়িত্ব, মাশায়েখদের এই দায়িত্ব হলো উম্মতের জন্য রাস্তাটা সংক্ষেপ করে দেওয়া, যাতে করে দুর্বল উম্মত সহজে সহজ রাস্তায় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শুকরিয়া আদায় করি আপনাদের মুর্শিদ, আপনাদের শেখ আর আল্লামা ফুলতুরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির, যিনি আপনাদের অন্তরে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং তার আহলে বাইতের মহব্বতকে আমানত রেখে গিয়েছেন, যিনি আপনাদের রাস্তাকে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। শুকরিয়া আদায় করি আপনাদের ওই মহান মুর্শিদ আল্লামা সাহেব কুলা ফুলতুরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله والحمد لله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجية 29 قمرية، وأنا للزمان أن يندلي عنه صدى، حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض، فولته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من سنية الوداع، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. يا حبيبي يا محمد، يا روس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من يرى وجهك يسعد، يا كريم
ما الوالدين حظك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وصلوات الله على أحمد عدة حروف سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير.